طيب، السلام عليكم، انا وليد المالكي. حشرح محاضرة البايو اللي كانت يوم الخميس، اللي هي الفيولز فور ماسل كونتراكشن، اللي شرحها دكتور وسام. انا عارف ممكن يطلع لكم اسم البرنامج اللي بستخدمه هنا، بس مشولي لانه ما حصلت برنامج كويس اشرح عليه، وكان لازم ارفع المحاضرة بشكل بسرعة، يعني بسرعة يعني عشان الناس تلحق تذاكرها. عموما هذا الاوبجيكتيف. طيب، نخش في المحاضرة على طول، اللي هي المسل فايبرز. احنا كم نوع عندنا من المسل فايبرز؟ انا بشرح المحاضرة على حسب فهمي انا، فاذا سويت سكيب لنقاط اعرف ان هي مفهومه، ان انت لو قريتها هتفهمها ان شاء الله، والباقي ان شاء الله يحتاج لها توضيح بسيط، وان شاء الله اكون موفق في الشرح. طيب، عندنا تايب اوف فايبرز زي ما قلنا، عندنا تايب 1 وتايب 2، ريد فايبرز اند وايت فايبرز. هي مقسمه عن طريق مينلي، او يعني بتركز اساسا على ثلاث اشياء، اللي هي سرعه الكونتراكشن، يا اما انه سلولي او انه رابيد، او انه هل تحتوي على ميتوكوندريا ريتش ولا بور، او تحتوي على المايوجلوبين او ما تحتوي على المايوجلوبين. المايوجلوبين هذا عباره عن بروتين بيعطينا الريد كلر، فخلاص معروف ان اذا كانت فيها مايوجلوبين حيكون مع اربطه على طول بالميتوكوندريا، فبالتالي حتكون ريد فايبرز. وعندنا التايب الثاني حيكون عكسه تماما، اللي هو الويت فايبرز. طيب، بما انه احنا عندنا هذه سلولي كونتر اكشن، يعني بتنقبض بشويش بشويش بشويش، هذا يؤدي لنا ايش؟ انها تكون عندها هاي ريزيستنس اجينست فتيك، يعني ما يصير لها فتيك بسرعه. الثانيه حتكون عكسها، بتنقبض بسرعه بسرعه بسرعه، فبالتالي حتؤدي لنا الى فتيك. عندنا التايب 2 بي، اللي التايب 2 عفوا اللي هو الويت فايبرز، بينقسم الى قسمين، اي وبي. اي اللي بيستخدم انيروبيك وبيستخدم ايروبيك معه، البي بكل بساطه اللي هو بيستخدم الانيروبيك اونلي. هذا بيستخدم الريد فايبرز، بتستخدم للتمارين الطويله، هذا بيستخدم لايش؟ للسبرنتنج، يعني واحد بيجري بسرعه دحين يستخدم الويت فايبرز. دحين يوضح كل شيء ان شاء الله مع الشرح. طيب، هنا كان تمهيد للمحاضرة. زي ما كلنا عارفين انه احنا عندنا مصدرين رئيسيين للطاقة، اللي هم الكربوهيدرات اند فات. طيب، لما انا اكون في حالة الراحة ما قاعد اسوي اكسرساز حستخدم الفات، لما انا اكون قاعد اشتغل وقاعد اسوي اكسرساز واشياء زي كذا انا حبدا استخدم مين؟ الجلوكوز زي ما احنا عارفين. طيب، ومعلومة برضو كذا حتحصلها قدام في السلايدات، بس اقول لك هي هنا، انه الاي تي بي ما يتخزن في مسل سيلز. تمام. طيب، عندنا يقول لك هل من الممكن، سؤال، هل من الممكن ان المصل جلايكوجين يستخدم لتكوين الجلوكوز؟ المصل جلايكوجين، ايش يعني مصل جلايكوجين؟ او اللي هو الجلايكوجين المخزن في المصل سيلز، على اللي هو جلوكوز في الاساس مخزن في المصل سيلز، اقدر اطلع على صوره جلوكوز برا خلايا المصلز واصدره برا؟ مره ثانيه عشان السؤال يكون واضح، هل يمكن الاستفاده من المصل جلايكوجين لتكوين جلوكوز ونستفيد منه في مكان ثاني للجسم؟ طبعا الجواب لا. ليش كذا لا وبعصبيه ومن عارف مين؟ بسبب بسيط جدا، الجلوكوز اذا كان ماشي في الدم لحاله بالتاكيد انه ما حيكون مربوط بحاجه. متى يكون الجلوكوز محبوس داخل الخلايا؟ لما يكون مربوط بحاجه معه، زي ايش؟ فوسفات. من اللي بيربط لنا الفوسفات؟ عندنا انزيمين. اذا كان في خلايا الليفر حنقول جلوكو، حيكون اسمه جلوكو كاينيز، اللي بيربط حبه فوسفات بيروح يعطيها للجلوكوز فيصير اسمه جلوكوز 6 فوسفات. لكن في باقي خلايا الجسم حيكون عندنا، او في خلايا باقي خلايا الجسم صح، حيكون مين؟ الهكسو كاينيز. تمام. طيب، لما احنا اضفنا عليه فوسفات حيصير اسمه جلوكوز 6 فوسفات، سواء في المصل ولا في الليفر حيخش في ثلاثه مراحل. هذه مراجعه لاشياء اخذناها زمان، ثلاثه مراحل. ايش هي؟ البنتوز بوث واي، البنتوز فوسفات بوث واي اللي هو البي بي بي، او انه يخش تي سي اي سايكل اللي هي الكريبس سايكل، او انه يخش في اللي هو جلايكوجين، يكون لنا جلايكوجينولايسيس. من النطق يكون كذا، انه هو بيخزن لك جلايكوجين. طيب، بعد كذا هنا قال لك لما يدينا نخزن الاي تي بي بكميات كبيره. طيب، نروح السلايد اللي بعده. طيب، احنا عندنا كم مصدر للطاقه؟ اربع مصادر رئيسيه، الاي تي بي بي سي. اول حاجه لازم قبل الاي تي بي بي سي لازم تعرف ان المصل، احنا قلنا انه ما تخزن اي تي بي صح، وقلنا انه ما تقدر تخزنها بكميات كبيره، فلذلك احنا نستخدم الاي تي بي ستورد. هنا ستورد اي تي بي لمده ثانيتين الى ثلاثه ثواني، دحين اشرح لك. عندنا الاي تي بي بي سي، ايش يعني بي سي؟ اللي هو فوسفو كرياتين او كرياتين فوسفات. بعد كده عندنا اللاكتيك اسيد سيستم اللي هو الانيروبيك، وعندنا الاكسجين اللي هو الايروبيك. ايش الارقام هذه؟ طيب، بكل بساطه احنا عندنا اول ما ابدا انا اشتغل على الاكسرسايز حبدا اخسر ثانيتين الى ثلاث ثواني. طيب، خلصت الثانيتين ثلاث ثواني، الستورد هذا نسوي له خط كذا امسح، خلص خلص في الجسم. طيب، ابدا استخدم مين؟ ابغى طاقه دحين في نظام اسمه اي تي بي سي بي انرجي سيستم، هذا او البي سي سي بي اللي هو كرياتين فوسفات او فوسفو كرياتين، اتس ذا سيم، يعني ما في اي ديفرنت. عندنا اللي هو السيستم هذا بيشتغل من 8 الى 10 ثواني.
بعد كده خلصت العشر ثواني يبدأ نخش في الانيروبيك لمدة 3 دقائق. من الثلاث دقائق حبدأ خلصت الثلاث دقائق التمرين ياخذ أكثر من 3 دقائق حيستخدم معاه الايروبيك بكل بساطة يعني. طبعا هذا الشكل يبين لنا الكلام اللي ورا انه اللونج تيرم شورت تيرم اند ميديت حيكون واضح ان شاء الله. طيب في كل سيستم حتكلم بشكل مبسط عن السورس اوف ذا اي تي بي اند ادفانتجز اند ديسادفانتجز والتايم تو ريكفري اند اكزامبلز. طيب حبه حبه اريد. طيب نيجي للاي تي بي بي سي. هذا اول حاجه في المسل سيلز احنا عندنا اي دي بي من الله ربنا جاء حط لنا اي دي بي. حط معاه مين؟ كرياتين فوسفات. حط معاه كرياتين فوسفات. احنا عندنا كرياتين فوسفات زي ما قلنا اي دي بي كرياتين كاينيز. انا احتاج طاقه الحين. مين اللي بيشتغل؟ كرياتين كاينيز بيروح ياخذ حبه الفوسفات من الكرياتين فوسفات هذا يسحبها منه بيجي يعطيها للاي دي بي اللي هو الادينين داي فوسفات بيصير اي تي بي اللي هو ادينين تراي فوسفات. من هذا الاي تي بي حلم حياتك انك انت تكون الشيء ده. طيب الاي تي بي قديش بيعطينا الكرياتين فوسفات هذا؟ اي تي بي حيعطيك حبه اي تي بي لكل كرياتين فوسفات. طيب ايش الادفانتجز حقته؟ انه هو يكون بروديوس لارج اماونت اوف انرجي ان ا شورت اماونت اوف تايم. يعني هذه النقطه ما هي مهمه او خلاص اقروها هنا مو ما هي مهمه بس خلاص واضحه. عندنا سبورتنج ايفنت يعني انا متى استخدم مصدر الطاقه هذا؟ اي تمرين ما ياخذ منك اكثر من 10 الى 15 حتقول لي اوه ورا مكتوب الى 8 ثواني او 10 ثواني هنا صح. اقول لك هي فيرييشن بتختلف من شخص لاخر بس انت لازم تكون عارف انه الرينج ما حيكون بعيد عن 15 ثانيه يعني عشان تخلص السيستم هذا وتخلص المخزون من الاي تي بي بي سي تمام. اللي هي في تمارين الويت ليفتنج اني انا ارفع حاجه من الارض الحديد حقين الحديد وكمال الاجسام بادي بيلدر والاشياء هذه. وبعد كده عندنا الهاي جامب الناس بينقز يعني اي تمرين ما ياخذ منك من ما ياخذ منك من 10 ثواني الى 15 ثانية ماكسيموم هذا انت بتستخدم معاه البي سي بكل بساطة. طيب انا خلصت التمرين هذا ويت ليفتنج اخذت الحديد رفعتها مرنت الباي تراي وحركات جيت حطيتها ما اخذت 15 ثانية. طيب انا قديش احتاج ارتاح عشان انت خسرت الاي تي بي بي سي تمام خسرت السيستم هذا خلاص خلص كل شيء. طيب عشان يرجع انا احتاج قديش وقت؟ 6 دقائق بس. شوفوها مكتوبة هنا اللي هي 6 دقائق. انت روح ريح 6 دقائق وبعدين تعال تستخدم نفس السيستم هذا بالضبط تمام. هذا بكل بساطة ريكفري تايم. عند الاي تي بي هنا زبدة الكلام اللي يقول لك انه الاي تي بي ما بيتخزن في الجسم فعشان كذا ربنا خلانا نخزن بداله الفوسفات. problem solved by storing high energy phosphate bones in form of creatine phosphate. خزن بداله كرياتين فوسفات. طيب يا وليد ليش ما يتخزن الاي تي بي؟ هذه انا بحث عنها فاذا كان فيها غلط او اي احد عنده جواب اصح من كذا ممكن انه يبلغني. الاي تي بي يقول لك انه هو ما يتخزن في الجسم عشان يحصل له هيدرولايز بيد ووتر عشان كذا اللونج تيرم ستورج حياخذ مره وقت انه صعب زي ما بيحصل مع مين الووتر ووتر سوليبل فيتامين تمام يحصل له هيدرولايز. طيب وعندنا الشيء الثاني اللي هو انه لما انا عندي جلايكوجين الطاقه اللي فيها عشان انا اسويها بالاي تي بي احتاج كميات مره كبيره من الاي تي بي عشان اوصل للطاقه هذه تمام. فانت كذا كل ما تزود الاي تي بي تزود اي تي بي حتصير زحمه جوه الخليه اللي هو بيضرر الانكوتيك بريشر وما نعرف مين والاشياء هذه انت ما تبي تضررها. فبالتالي ربنا خلانا نخزن الكرياتين فوسفات كحل من الله فتبارك الله احسن الخالقين. طيب نخش على السيستم اللي بعده اللي هو اللاكتيك اسيد سيستم اللي هو الانيروبيك جلايكوليتيك باثوي اللي هو ذا سكند فاستست واي. هنا مكتوب اللي هو اسرع شيء لا قبله الاي تي بي بي سي بس هذا الثاني شيء. طيب ايش هو مصادر ايش هي مصادر الاي تي بي في السيستم هذا؟ هي عباره عن المسل جلايكوجين اند ليفر جلايكوجين اند بلد جلوكوز. ركز لانه ما في فاتي اسيد ما في مين ما في فاتي اسيد تمام. قديش طلع لنا اي تي بي؟ 4 اي تي بي. هتقول لي اوه هنا مكتوب 4 اي تي بي. طيب هنا ليش مكتوب 2 اي تي بي؟ لانه في 2 اي تي بي هنا بيحصل لها كونسيومد فبالتالي بتطلع فعندنا حيكون لنا في الاخير توتال اي تي بي برودكشن فروم ذا لاكتيك اسيد سيستم اللي هو 2 اي تي بي بير جلوكوز تمام. عندنا برايمر اتمنى ان تكون النقطه واضحه. اذا ما وضحت خلاص اعرف انه هي 4 اي تي بي اللي بتتكون من اللاكتيك اسيد تمام. طيب طيب الادفانتجز زي ما قلنا انه هو بيكون لك 4 اي تي بي في كميه قصيره او نقدر نقول 2 اي تي بي.
اذا كنا بنحسب مع الكونسيوم، حصل كونسيوم حنقول 2 ATP. خلاص ما تبي تقول خلاص، اللي هو البايروفيت يتحول لك الجلوكوز، بيتحول لك 2 بايروفيت، 2 بايروفيت مع 2 ATP بيكون لك 2 لاكتيك اسيد، مع الاي تي بيات حقتهم حيكونوا 4 باذن الله انها تكون واضحه. طيب عندنا اللاكتيك اسيد. طيب الديس ادفانتجز حقته انه هو اول شيء نقول التايم حقه بيشتغل من 30 ثانيه، قلنا الفاريشن في التايم لا تركز الاوقات، اعرف بس انه هو من الين 3 دقائق او دقيقتين ماكسيموم 3 دقائق، ما حيشتغل اكثر من كذا اللاكتيك اسيد. ايش الديس ادفانتج؟ يقول لك بيسوي اكيوميليشن لللاكتيك اسيد، هذا اللاكتيك اسيد اذا تراكم حيسبب لنا ميتابوليك اسيدوسس. ايش يعني ميتابوليك اسيدوسس؟ اللي هو بيقلل لنا البي اتش، لما يقلل البي اتش بيسوي ما يسوي ميديا كويسه انه او وسط كويس انه الانزيمات حقت الجلايكوليسيس بتشتغل، ليدنج انه يصير عندنا فتيق. وحنعرف نهايه المحاضره ان شاء الله ايش يعني فتيق، مصل فتيق. تمام. طيب ايش الاكزامبلز حقت اللاكتيك؟ اللي هو انك تجري اي تمرين ما ياخذ منك اكثر من 3 دقائق، ثلاثة دقائق ماكسيموم، اللي هو انك تجري من 200 الى 800 متر. هذا افضل مثال على الشيء هذا، انك تجري من 200 الى 800 متر انت حتشتغل على اللاكتيك اسيد سيستم. طيب قلنا ريكفري تايم كم تحتاج؟ تحتاج من 20 دقيقه الى 60 دقيقه عشان ترجع تقدر تستخدم اللاكتيك اسيد سيستم. تروح تريح ساعه ترجع تشتغل على السيستم نفسه، حيطلع لك نفس المصدر من الطاقه يعني اللي هي الاي تي بي. ايش يعني انيروبيك ثريشولد؟ بكل بساطه الانيروبيك ثريشولد اللي هي النقطه اللي يبدا فيها الجسم يراكم يعمل اكيوميليشن للاكتيك اسيد. يبدا الانسان ايش بيحس؟ اللي هو يبدا يحس انه عنده كذا الم، مثلا نجري مسافات طويله كلنا بنهرول وكلنا بنجري، حتحس بالم في كتفك اللي هو ايش سببه؟ اكيوميليشن اوف ذا لاكتيك اسيد. انت اول شيء اكيوميليشن لللاكتيك اسيد. طيب تيجي تقول لي ايش فائده اللاكتيك اسيد طيب في الحياه هذه؟ شوف اعطيك معلومه هنا خفيفه ظريفه، انه يقول لك اللاكتيك اسيد يستخدم لتخزين البايروفيت والهيدروجين ايون عشان لما نستخدمه مره ثانيه في الايروبيك سيستم. تمام. نيجي نترجم الكلمه مره ثانيه، انيروبيك ثريشولد اللي هي العتبه حقت الانيروبيك، اللي ابدا النقطه اللي ابدا اراكم فيها اللاكتيك اسيد. تمام، ان شاء الله انها تكون واضحه. حتقروا كلامي هنا حتحصلوا نفس الكلام اللي انا قلته، بس ان شاء الله انه كلامي يكون واضح. طيب ليش الناس بيختلفوا؟ ليش الشيء هذا بيختلف من انسان لانسان؟ يعني انا مثلا اجري مسافه معينه ابدا احس بالم في كتفي، يعني انه لاكتيك اسيد بدا، او ديسكمفورت في المسلز، يعني انه لاكتيك اسيد بدا يتراكم. طيب ليش؟ يقول لك هذولي البيبول هذولي ان هم ايش بيعملوا؟ اكسرسايز، ما هم جالسين ومسدحين ومتبطحين، ففجاه كذا وبداوا يجروا اكيد انه بيتعب بسرعه. فانا لما اعمل اكسرسايز فانا بعمل حاجه من اثنين ما بخرج منهم، اللي هو بعمل ريديوس للانتاج حق اللاكتيك اسيد، او بعمل زياده للاليمينيشن اوف ذا لاكتيك اسيد. بكل بساطه هنا في تمارين انت تعملها وبتسويها انت بتزود فعاليه الايروبيك اوكسيديشن او اوكسيديتيف سيستم. تمام. وفي التمارين هذه بنفس الوقت انت زودت فعاليه الايروبيك في نفس الوقت عن طريق انك انت بتزود الاليمينيشن اوف ذا لاكتيك اسيد. من اهم الاشياء انكريز ذا مسل بلد فلو، بالتالي انت بتزود البلد فلو للمسل، بالتالي اللاكتيك اسيد اللي متراكم على هنا المسل حيكون متراكم عليها، فبالتالي البلد فلو بيجي يدف اللاكتيك اسيد، يدف ويدف 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 لين يوصله عند مين؟ الليفر. ايش تسوي في الليفر؟ بكل بساطه يا حبيبي بتسوي له كوري سايكل. ايش يعني كوري سايكل؟ بتحول اللاكتيك اسيد الى بايروفيت، والبايروفيت بيتحول مره ثانيه الى جلوكوز. بس هذه زبده السلايد، هذا ان شاء الله يكون واضح. طيب نبدا نخش في الاكسجين سيستم اللي هو الايروبيك ايروبيك ميتابوليك باثوي. على طول نيجي نبدا على طول ايش هو مصدر الاي تي بي هنا؟ هناك ايش قلنا؟ نفس اللي موجودين في اللاكتيك اسيد سيستم، زياده عليهم الفاتي اسيد. الفاتي مين؟ الفاتي اسيد. شوف هناك ركزت لك فاتي اسيد، ما في هنا الاكسجين سيستم حيكون في فاتي اسيد. تمام. طيب ايش الادفانتجز؟ انه هو هاي توتال انرجي كاباسيتي. هنا مكتوب، بس بشرح نقطه هنا، انه مكتوب هنا 32 اي تي بي بير جلوكوز. درسنا في السنوات الماضيه انه احنا في بعد ما يخش الكترون ترانسبورت تشير ما نعرف مين تي سي سايكل والعفش ده كله، في الاخير يكون لنا 38 اي تي بي. طيب انا قريت في مرجع انه، او قريت في مصدر ما بقول مرجع،
قريت في مصدر موثوق انه الخليه مستحيل الجلوكوز مستحيل يكونها 38 اي تي بي، بس ال 38 هذه هي الراسخه. فانت ليش؟ لانه الناد زي ما احنا عارفين انه هو بيطلع 3 اي تي بي، يقول لك لا هو بيطلع 2.5، الفاد بيطلع 1.5 وزي كذا. فعشان كذا هنا مكتوب 32 اي تي بي، وحتحصل في اماكن كاتبين لك 30 اي تي بي 31 اي تي بي. فخلاص انت ايش تعرف انه الصح 38 اي تي بي الراسخ في كل التكست بوكس، وان شاء الله اذا قريتها في مرجع ولا في اي مكان حيجي كاتب لك 38 اي تي بي. الا في المصادر المحدثه ممكن انهم كاتبين زي الصوره هذه، ممكن انه جابها الدكتور من مكان او من مصدر او من مرجع محدث او شيء زي كذا، فكان كاتب هنا 32 اي تي بي. عموما انت لا تشغل نفسك بعدد الاي تي بي المتكونه، خلاص عارف انه هاي توتال انرجي كاباسيتي او كاباسيتي 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 انرجي كبيره بتطلع، فبالتالي حيكون لنا اي تي بي كثيره. طيب اللي هو اللور ريت اوف اي تي بي انرجي برودكشن، يعني بيكون الاي تي بي في وقت مره قصير، يعني بيحتاج وقت مره طويل عفوا. زي ليش يعني؟ لانه اول حاجه انه هو بيشتغل على السلولي مسل كونتراكشن او المسل فايبرز. لا طيب دقيقة، اللي هو اللور ايت ريت. طيب طيب معلش، اللور ريت اوف اي تي بي انرجي برودكشن يعني ايش؟ انه هو بيكون الاي تي بي في وقت مره طويل، فبالتالي ياخذ فهيكون لور ريت. يعني ايش الاي تي بي؟ عشان تتكون بتحتاج في السيستم هذا عشان يبدا يشتغل يحتاج 3 دقائق يكون خلص اللاكتيك اسيد، لاكتيك اسيد سيستم، فبدا يخش في بدا يخش في الاكسجين سيستم. تمام. طيب زي ما قلنا الادفانتجز والديسادفانتجز، نعطي المثال، المثال على العمل او الاكسجين سيستم حيكون الماراثون رانينج. المثال عليه اللي هو عفوا الماراثون رانينج. تمام، حتلاقي الكلام هذا كله نفس الكلام اللي قلناه ان شاء الله، وانه حتى يكون واضح ان شاء الله. طيب عندنا الانديورنس تريننج، اللي هي من تعريف في محاضره الفيسيولوجي. دائما كذا انا احاول ان انا اسوي انتجريشن بين المحاضرات عشان يعني احاول ان اوصل لفكره معينه او بابسط صوره للفكره هذه. من محاضره الفسيولوجي كان مكتوب maintain the power output، يعني ان انا اقعد اتمرن several time a week عشان اقوي مين؟ الايروبيك سيستم. اقعد اتمرن several time a week per week، اقعد مثلا اتمرن 3 مرات في الاسبوع عشان اقوي الايروبيك سيستم. طيب انا ايش قاعد اسوي وانا قاعد اتمرن كل يوم لونج ديوريشن ومن عارف مين، واقعد انزل واقعد اهرول في الممشى ساعتين ومدري ايش، ايش قاعد اسوي؟ increase vascularization within the muscle. مين اللي بيسوي لنا كذا؟ في حاجه اسمها growth factor، اسمه بالعمليه هذه انت بالتمارين الكثيره انت تعمل انهنس انه يصير ريليس للفاسكولار اندوثيليال growth factor. هو عباره عن فاكتور بيسبب لنا انه يصير عندنا فيزلز كثيره، وبتزود نمبر اوف والسايز حقت الميتوكوندريا، بتعمل اكتيفيشن للانزيمز حقت الكريبس سايكل، وانك تفضل تخلي الجسم يبدا يتعود انه هو يبعد عن الجلوكوز even if the muscle was inactive form او حاجه زي كذا. فيبدا يفضل مين؟ الفات. هنا فات اوفر جلايكوجين. تمام، يعني انت تبدا مع التمارين هذه الانديورنس ايش تقعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي بالضبط؟ انت حتزود الفاسكولاريزيشن، حتزود نمبر اوف ميتوكوندريا، حتقوي الانزيمات هذه، وحتفضل الفات از سورس فور اي تي بي. هنا يقول لك الاولد انديفيديوال ادابت مور سلولي، معلومه كذا الطاير انه انت لما تكون كبير في السن الادابتف ميكانيزم حتكون اقل، او انه انت تتعود على التمارين هذه بالك فتره اطول. طيب هنا التعريف اللي قلناها للانيروبيك ثريشولد، انا قريت التعريف اللي هنا صراحه شتتتني، فحاولت ان انا ابسطها في البدايه، فان شاء الله كانت واضحه كنت موفق فيها. طيب عندنا الاسبرنتنج، عندنا الميجر تايب اوف ماسلز. هنا يقول لك مين هي؟ احنا عندنا مقولنا الريد وعندنا الويت فايبرز. مين الفايبرز اللي انا استخدمها، ويت ولا ريد عشان في الاسبرنتنج؟ قلنا الاسبرنتنج، نروح للجدول اللي في البدايه عشان تكون مقارنه واضحة. طيب هنا يقول لك used for sprinting and هذه التاسك. طيب بالتالي احنا هنستخدم اي تايب؟ احنا قلنا الوايت فايبرز. ليش؟ عشان sprinting اللي هي rapid contraction. sprinting يعني انت sprinting يعني بتفك sprint، تقعد تجري بسرعة. طيب لما انا اجري بسرعة انا هستخدم تايب 2A ولا تايب 2B؟ هنستخدم تايب 2B اللي هي الانيروبيك. طيب
حيكون فيها البور بلد سبلاي والمايوجلوبين اللي هو قلنا يعطي اللون الاحمر حيكون غايب في السبرنتنج لانه قاعدين نستخدم الوايت فايبرز اللي هو التايب بي تايب 2 بي حيكون ميتوكوندريا فيها مره قليل. طيب عندي هنا نقطه مره مهمه, عندنا لو اكتيفيتي اوف انزيم في ايروبيك جلك. طيب النقطه هذه احنا عندنا اول حاجه لازم ترسم في بالك حاجتين, الحين عندنا ايروبيك انزيم وعندنا الانيروبيك انزيم. لما انا اشتغل سبرنتنج انا قاعد اشغل الانيروبيك معايا حبه حبه, انا قاعد اشتغل قاعد اسوي سبرنتنج قاعد اجري بسرعه حشغل الانيروبيك. مين هو الانزيم الاكثر استخداما في الانيروبيك؟ اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز. مين اللاكتيت هذا دي هيدروجينيز يا وليد؟ اللي هو بيحول البايروفيت الى لاكتيك اسيد. خلاص ابدا اخش اللي هو الانيروبيك سيستم لاكتيك اسيد سيستم. تمام طيب هنا يقول لك لو اكتيفيتي اوف ايروبيك جليكوليتيك. مين هو الانزيم حق الايروبيك جليكوليتيك؟ هذا انزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس اللي بيحول البايروفيت الى اسيتال كويا. مره ثانيه عندنا انزيم الايروبيك, خلاص عارفها زي كذا, انزيم الايروبيك حيكون بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. اذا انا كنت حزود الانزيم حق الانيروبيك حيكون اللاكتيت دي هيدروجينيز. اتمنى انها تكون واضحه. انا حزود الانيروبيك او اللاكتيت دي هيدروجينيز في مرحله السبرنتنج ولا الماراثون رننج؟ هقول لك السبرنتنج. تمام ممكن تجي كيس او اي حاجه زي كذا يقول لك ايش الانزيم اللي يكون برودومينانت او حاجه زي كذا انه هو المور اكتف او اي حاجه. المهم انه يقول لك اي تنزيم فيهم اللي شغال مره بشكل كويس او بشكل اقوى يعني من الثاني ومين اللي بيقلله. فزي ما قلنا اخر مره اعيدها اللي هي الايروبيك بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس, الانيروبيك اللاكتيت دي هيدروجينيز كومبلكس, وعرفنا كل واحد بيحول مين الى مين. طيب هذا طيب عندنا الماراثون رانينج اللي هو ايش يعني ماراثون رانينج؟ ناس بتجري المسافات طويله 42 كيلومتر. طيب ايش حيكون الفايبرز اللي بنستخدمها هنا؟ الفايبرز تايب 1 اللي هي غنيه بالميتوكوندريا, البلود سبلاي فيها مره كويس, فيها سلولي كونتراكشن فعشان ما يصير لها فتيق المصل. مين هي مصادر الطاقه او مصادر الاي تي بي؟ اللي هي ذا مصل اند ذا ليفر اند ذا اديبوس تيشو. الاديبوس تيشو اللي بتعطينا مين؟ الفاتي اسيد. طيب هذا الدايجرام او تيبل ولا ايش تسموه, جدول, فبالتالي يعني بيلخص لك الكلام كله ونجمعها لكم في جدول واحد. طيب نبدأ دحين نخش في الكلينيك كلينيكال شويتين اللي هو المصل فتيك الزبدة. ايش هو المصل فتيك؟ انا ادمي قاعد اشتغل على عضلتي وقاعد اجري مثلا فسبب لي اكيوموليشن. اول شيء خلص لنا الانرجي ستورز, خلصت مخازن الطاقة, بالتالي ما صار عندي تراكم لمين؟ لللاكتيك اسيد والكربون دايكسايد او سي او 2 ثاني اكسيد الكربون. بالتالي ادالنا الى نيروماسكولار ايفنتس. ايش هي النيروماسكولار ايفنتس؟ اللي هي الكالسيوم ايون ما عاد صار او انه عدده صار قليل, ديكريز ان كالسيوم ايون, او انه صار يعني مشكله في تصنيع الاسيتال كو ايه اللي هو اسيتال كولين عفوا اللي هو اسيتال كو اسيتال كولين جينيريشن. تمام انت ايش تحتاج تسوي عشان تبعد الفتيق هذا والتعب اللي حصل للمصل؟ تروح تريح, حيرجع الاكسجين زي ما كان, المخازن حقت الجلايكوجين تبدا ترجع زي ما كانت, اللاكتيك اسيد يبدا يتحول لك الى بايروفيت, وخلاص تبدا كل السيستمز تبدا ترجع زي ما كانت. زي ما قلنا ريكفري تايم اللي هو يحتاج قديش عشان ارجع استخدم السيستم هذا مره ثانيه. يعني ممكن تربطوه هنا انه مثلا لما انا استخدمت المثال كذا على السريع, استخدمت البي سي الاي تي بي بي سي, انا قديش احتاج ارتاح؟ احتاج ارتاح 6 دقائق بس, اريح 6 دقائق وارجع استخدم السيستم هذا مره ثانيه حيمشي معي. تمام طب بس قبل اكمل عشان تعرف ان المسل فتيك عن مسل كرامبس هذه سببهم هو اكيوميليشن اوف ذا لاكتيك اسيد. تمام من اسبابهم يعني شوف هنا يقول لك لاكتيك اسيد اكيوميليشن. طيب اكيوميليشن اوف ذا لاكتيك اسيد والدالنا برضو او من الاسباب الرئيسيه انه ما في بلد واصل كويس للمسلز فيروح يشتغل في الانيروبيك. لما يروح يشتغل في الانيروبيك الاي تي بي برودكشن حيروح اكيوميليشن اوف ذا لاكتيك اسيد. او ممكن يكون من سبب او من اسباب المسل كرامبس اللي هو الدي هيدريشن, فيكون عندنا نقص في البوتاسيوم والكالسيوم. فانا كيف امنع العمليه هذه وكيف امنع للمسل كرامبس؟ اوقفه يعني حاسوي هيدريشن وفيتنس اللي اقعد اتمرن. طيب هنا المسل فتيك قلناها, عندنا ميكاردل ديزيز اللي هو جلايكوجين ستورد ديزيز, تا
تايب 5. طيب جلايكوجين ستور ديزيز يعني امراض او امراض تصيب تخزين الجلايكوجين. طيب ايش هو الانزيم اللي حيكون ديفيشنسي في الموضوع هذا كله؟ اللي هو مايوفوسفوليريز، اللي هو نفس الانزيم حق اللي هو اللي هو الريت ليميتنج انزيم اوف جلايكوجينولايسيس. ايش هو الجلايكوجينولايسيس؟ مصطلح اخذناه زمان اللي هو عمليه تكسير الجلايكوجين في عشان نكون بيها جلوكوز يعني. طيب لما الانزيم هذا كان غايب، الانزيم هذا كان غايب، انا ايش حسوي؟ ايش حيصير؟ عفوا حيصير accumulation leading to excess glycogen accumulation، لانه الجلايكوجين ما قاعد يتكسر. accumulation affecting tissue ايوه حيصير accumulation اللي هو الجلايكوجين، بالتالي انا قاعد اشتغل ابغى ATP دحين، خلاص ما في جلايكوجين ما حيقدر يتكسر، حابدي اخش في مين؟ على الكرياتين. كرياتين فوسفات يحصل له هيدرولايزد. بتقول لي مدة شغلة السي بي او البي سي مدة شغله مرة قصيرة، هقول لك ايوه عشان كده المريض حق الميكارد ديزيز هذا يكون عنده ايزي فتيك، يبدا يتعب. وغير كده من الاشياء الكاركترستيك ليو انه الادمي بيسوي اكسرسايز وتيجي تطالع في الانفايرمنت حقه المسل سيل حتلاقيها الكالاين. كيف كذا؟ احنا عارفين انه الانسان لما يسوي اكسرسايز حيكون لنا حاجه ايش اسمها اسيدوسس. انت بتعمل اكسرسايز بتكون كربون دايوكسيد، بتسوي اكيوميليشن للاكتيك اسيد، هذه كلها حاجات بتسوي لنا اشياء بتسوي لنا اللي هو الميتابوليك اسيدوسس. طيب معليش نرجع مره ثانيه نقول ليش الادمي هذا لما اللي عنده ميكارد ديزيز حيكون عنده الكالاين ميديا او الكالاين انفايرمنت ديورينج اكسرسايز؟ انا اقول لك لما في الناس زي ما قلنا في الناس اللي ما هم مريضين بهذا المرض لما هم يتمرنوا بيسووا اسيدوسس عشان كونوا اللاكتيك اسيد اكيوميليشن اللاكتيك اسيد. فالجسم لما يتراكم اللاكتيك اسيد البي اتش بتقل، فالجسم كيف بيستجيب؟ هايبرفنتيليشن بيطلع الكربون دايوكسيد اللي طالع من العمليات الرئيضيه بيطلع معاه الهيدروجين، فبالتالي زبط لنا البي اتش. لكن المريض هذا من الاساس ما عنده اصلا لاكتيك اسيد، الجلايكوجين اصلا حصل له ايش؟ جلايكوجين اكيوميليشن، ما في حاجه بتكسر الجلايكوجين، فبالتالي بيحصل له اكيوميليشن. لما يحصل له اكيوميليشن بيؤدي لنا ايش؟ لما يحصل له اكيوميليشن ما في تكوين لللاكتيك اسيد، فبالتالي الجسم بيعمل هايبر فنتيليشن. ليش؟ هذه المره بس عشان يطلع الكربون دايوكسيد الناتج من العمليات الرئيضيه. والبي اتش اصلا هي مستواها نورمال، ليش؟ ما في لاكتيك اسيد، كيف حيجي الحمض واللاكتيك اسيد اصلا مو طالع؟ فبالتالي الجسم بيعمل هايبر فنتيليشن بيطلع الكربون دايوكسيد فبيرفع البي اتش. يعني الجسم بيعمل هايبر فنتيليشن عشان يسوي كومبنسيشن، واصلا احنا ما عندنا غلط في البي اتش، فبالتالي حيصير عندنا الكالاين انفايرمنت ان شاء الله باذن الله انها تكون واضحه. طيب هذا كله اعاده، هنا ميكارد ديزيز، هنا لاكتيك اسيد اكيوميليشن، مسل جيتس فتيغ، خلاص هذا واضح. طيب من الاشياء اللي انا كنت قاعد اذاكر وحصلت فيها كذا لخبطه او قلت ممكن اشرحها في المحاضره وان شاء الله احد يستفيد منها، المايوفوسفوليريز انزيم هذا اللي اذا كان غايب حيؤدي لنا الى مين؟ ميكاردل ديزيز، هو الريت ليميتنج انزيم حق الجلايكوجينولايسيس. ايش يعني؟ اللي بيحول الجلايكوجين الى جلوكوز 6 فوسفات. جلوكوز 6 فوسفات احنا نبغى جلوكوز حيبدا يخش تي سي اس سايكل. زي ما قلنا الجلوكوز 6 فوسفات له ثلاثه مراحل، بي 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 اللي هي بنتوز باثوي بنتوز فوسفات باثوي، او انه تي سي اس سايكل، او انه يرجع يتخزن از جلايكوجين. طيب وفي انزيم في البدايه قلنا انه هو غايب عن خلايا المسلز اللي هو ايش اسمه؟ جلوكوز 6 فوسفاتيز. هذا الجلوكوز 6 فوسفاتيز بيسحب الفوسفات، شوف الفرق هناك، بيرجع الجلوكوز 6 فوسفات، يرجع الجلايكوجين الى جلوكوز 6 فوسفات، هذا المايوفوسفوليريز. لكن الجلوكوز 6 فوسفاتيز هذا بيروح يكسر بيسحب الفوسفات هذه اللي موجوده في الجلوكوز 6 فوسفات ويخلي جلوكوز حر وبيرسله مره ثانيه في الدم. اتمنى ان انا اكون توفقت في الشرح، واذا كان في اي غلط سامحوني. وهذا كان تفريغ المحاضره. تقريبا اغلب الكلام اللي انا قلته موجود هنا باذن الله حتحصلوه، واذا ما حصلتوه قلت لكم اسمي في البدايه انا وليد. اذا عندكم اي ملاحظه على الشرح، اذا عندكم اي حاجه ما هي واضحه ممكن تسالوني، وانا باذن الله حقدر اساعدكم. وبس خلاص، الله يعطيكم العافيه، واتمنى اني انا اكون افدتكم ولو بحاجه بسيطه.